تمام، وخلينا نوضح في البداية، غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تم إطلاقها لمتابعة العملية الانتخابية في المقام الأول، ودورها قائم على الرصد والتوثيق والمتابعة الإعلامية عن طريق منصات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زي الموقع الرسمي والموبايل أبليكيشن والحسابات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. وده طبعا زي ما حضرتك ذكرتي بعد ما حصلنا على تصريح متابعة انتخابات مجلس الشيوخ من خلال الهيئة العليا للانتخابات.